مرحبا. حاكم مصرف لبنان دكتور رياض سليمي يعتذر لأنه متفائل ويؤكد مرة جديدة فشل الحملات اللي بتستهدف الاستقرار بلبنان. أولا بدي أعتذر منكم لأن بعدني متفائل. بلبنان في صناعة اليأس، في صناعة اليأس وصار لها سنين عم بتجرب تهد الاستقرار النقدي وتهد الاقتصاد اللبناني، ولكن هالمحاولات فشلت. وبعتقد نحن اليوم على أبواب حملة جديدة، وفيها أكد لكم من حيث المعطيات اللي عندي إياها إنه هالحملة الجديدة كمان رح تفشل. حاكم مصرف لبنان دكتور رياض سليمي أفضل حاكم مركزي عربي للعام 2019 بجائزة تسلمها اليوم من اتحاد المصارف العربية تكريما لجهوده الاستثنائية والمستمرة من 25 سنة. فالحاكم رائد بالصناعة المصرفية ومن أفضل الخبرات بالخدمات المالية. كما نجح الحاكم سليمي بإرساء والمحافظة على الاستقرار النقدي رغم كل المصاعب، ونجح بدعم الاقتصاد اللبناني وتطوير العمل المصرفي العربي. رئيس الحكومة سعد الحريري هنأ حاكم مصرف لبنان دكتور رياض سليمي على نجاحاته، وأكد مرة جديدة على الإصلاح وجهوزية المركز والمصارف لمساعدة لبنان. يعني أنا بس بدي هني الحاكم مصرف لبنان رياض سليمي، وبدي أقول له الله يعينه، بما أنك أخذت هالجائزة حيكتر الهجوم عليك أكتر. وأنا مثل رياض متفائل، لأنه فعلا هذا البلد يمكن مرق لمراحل صعبة، ولكن كل الأفرقاء السياسيين يعني عارفين أنه وصلنا لمحل يجب علينا أن نقوم بالإصلاح. والمصارف اللي حملت يعني حملت لبنان بمرحلة كتير دقيقة ما قصرت. المشكلة أنه دائما الدولة ما كانت تقوم بالإصلاحات اللي يجب عليها أنه تقوم فيها. هلأ اللي عم نقوله، أنا اللي عم أقوله أنه أنا ما بدي أخذ، أو نحن كدولة ما لازم يعني نروح إلى المصارف أو يعني إلى الحكمية إلا يكون نحن قايمين بواجبنا اللي لازم نقوم فيه من تقريبا 20 سنة، هو الإصلاح ثم الإصلاح ثم الإصلاح. وأنا أكيد إنه المصارف حتكون أمامنا، وحاكم مصرف لبنان حيكون أمامنا بمساعدة مثل ما كانت بأيام باريس 2. رفع وزير المالية علي حسن خليل أخيرا إلى الأمين العام لمجلس الوزراء الصيغة الجديدة المعدلة لمشروع الموازنة المحال ب 30 آب 2018، وضمنوا الإجراءات التقشفية بضوء وضعية المالية العامة والعجز. إلى جولة الأسواق رح نبدأها طبعا من بيروت. ببيروت ارتفاع بعد عطلة الأعياد خاصة على أسهم سوليدار بعد ضعف مستمر بالمرحلة الماضية، وبالخليج دعم من ارتفاع أسعار النفط. بأوروبا ارتفاع ودعم من موجة صعود شركات الطاقة، كما لقيت وول ستريت دعم إضافي من قطاع التكنولوجيا ونتائج إيجابية للشركات ككوكاكولا وتويتر. إلى السلع، الذهب عم بيتراجع مع عودة شهيط المخاطرة على الأسهم. أسعار النفط عم بتسجل أعلى مستوياتها لهالسنة بعد ما أعلنت واشنطن أنها رح تنهي جميع الإعفاءات الممنوحة بالعقوبات الإيرانية. أما الدولار فقرب أعلى مستوياته بثلاث أسابيع بظل انحسار تقلبات السوق، معزز الطلب على الأصول عالية المخاطر، واليورو دولار عند حدود 1.1214. نهاية جولتنا الاقتصادية. يعطيك العافية. شكرا جسي.